السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا حسب طلباتكم اكو شباب رايدين من عندي شرع عن المقص تشفير. هذا هو مقص التشفير، يعني صفحة بها مسننة صفحة موس. طبعا هي انواع التشفير. تشفير عندنا بالمقص العادي تقدر الشفرة، وعندك بالشفرة تقدر الشفرة، وعندك بهالمقص هذا. اسهل طريقة اللي هو هذا المقص التشفير. هسه راح نشوف الطريقة تعاليم منها. يعني هذا الزم الشعر، طبعا هو هذا المقص به هواي شغلات. مثلا شوف هسه اني اخذ من الشعر، اذا كبس تعالي شوف راح ياخذ. تعالي خذني الطرف من نام الكاميرا او علي شباب، راح ياخذ قسم ويعوف قسم. شوف صار عندي خفيف الشعر من جوا بيه ثقل، هذا يسمونه تشفير الشعر. اخذ مقدار قليل، اكو يعني اذا كثافة الشعر اخذ من كثافة الشعر نمرره بالمقص، السن يكون جوا هذا، قصد الموس اللي جوا والسنون اللي فوق، فتمرره بالبكانات الثخينة مثل بينكسرات او احنا نسميه بيردة. فناخذ من عدة يعني عشوائيا ما يأثر، يعني هسه انت لو تاخذ هاي خصلة ما تاخذها كلها، راح تاخذ من عدة شيء خفي يسمونه، يعني ياخذ من كثافة الشعر. زين، الطريقة الثانية هي شلون ناخذ بالمقص العادي التشفير. هسه احنا عرفنا هذا نشفر به شلون، وناخذ من الكثافه شوي ارجع. هسه راح نبدي ناخذ هذا المقص العادي، هذا المقص العادي نقدر نشفر به، هذا المقص العادي اقدر اشفر به. طبعا انا اليوم هيك حبيت اشرع على سيف، لان الشباب هواي قاعد يراسلون ليش ما تشرح لنا على شعر، فما يحد يقبل يصور. شوف هاي الطريقة مثلا، هاي مال التشفير، يعني ياخذ اساسا ما راح اخذ لان هو شعره اصلا بعد تو مزيناني، ويراده شوي بترتيب دائما ما يداخل من فوق الشعر. هذا اللقطة الثانية تقدر تاخذ بالاطراف مالتها. طيب اخذنا بذاك المقص، هسه ما ناخذ. يعني تقدر هواي طرق تخلي ايدك هيجي وتشفر الشعر. واكو طريقة ثانية بعد، طبعا هاي ما موجودة، ما حد منزلها. اللي يقول لك اني منزل هيجي تشفير، ماكو. هذا التشفير طريقة أنا ابتكرت هاي التشفير. شوف وأنت ماشي تقدر تاخذ. هسه أني راح أوضح لكم إيدي شلون واقفة. المقص واقف عمود، مو هيك ما واقف هيك، يعني بحيث تاخذ. شوف شلون هذا تشفير سريع، يعني من مكان مثلا أنت ما لازم الخصلة وحدة وحدة تشفرها مثلا. زين، وأنت ماشي هاي شوف المشط، هذا المشط، وايدك لي فوق، ايدك لي فوق، شوف، واطراف الشعر تاخذ بيه، يعني مو واقف هيك مثل عموديا واقف، بيه ميلان قليل المقص حتى ياخذ مستوى ميلان يصير بالشعر. شوف يبدي شلون المدرج درج، شلون كسرت الدرج. هذا التشفير نوع الثاني. شباب نزلت عن الماكينه اللي هي الشحن، هاي الماكينه الشحن اللي هاي صور ليها مصطفى، هاي الماكينه هاي الشباب، يعني مو بس تحديد، هاي التحديد، شوف صغير التحديد، شوف تفرق. هاي ماكينه يعني تقدر تحدد بيها، تقدر مثلا تزين بيها. اي هاي ماكينه يعني في شيء حلوه سواي قاعد. والسعر مالتها عندنا بالعراق سعره 20,000، وانت وبالمحل بعد ما اعرفها، في جزء اكو واحد اغلى اكو واحد ارخص، ما اقدر اقول لكم بعد. بس يعني احنا عندنا بالبصره بالعشار، ولد عد محلات اطلس الويت حسبها ب20، بعد ما تجوز طيحني بغير واحد ما اعرف. الشباب مثل ما قلت لكم هذا هو شرع عن المقص التشفير، هواي الشباب يعني رادوا هذا المقص. زين، ان شاء الله اذا عندكم استفسارات وهاي انا راح انزل لكم بعض الشغلات انتظرون الحلقه الجايه ان شاء الله عن الشفرات، نوع الشفرات وشني استخدامهم وشني الفرق بين الشفرات. يلا عيني هسه راح نختم الفيديو. سيف مثل ما قلت لكم ما مزينه هيك، بس مجرد شرحت على شعره حتى مثلا ما اطول عليكم. ولا اكو شباب هواي ما يقدرون يصورون، هواي يجي مثل يقول له اذا ما رز انا منزل هواي قصات ما رز، بس القصات مو كلها مش شابه، تعرفون ما رز به هواي قصات. زين ان شاء الله انا من يجيني واحد ما اقل عليكم، ارجو ان شاء الله ما ارجو ان فدتكم يعني بهذا الفيديو. وثاني شيء انا ما اوصيكم على الفيديوهات،
ادخل على الفيديوهات وادخل على القناة وشوف شنو الموجود بينا. لا تسألني إذا ما طبعاً 74 فيديو منزل الآن 74 فيديو. ادخل على الفيديوهات وشوف. زين أكو قنوات هواي طبعاً من دمج الفيديوهات هواي تمارتي عليك، فأنت انقر على الأيقونة الصورة صورة القناة. زين ما راح تدخل تطلع لك بس مقاطع الفيديو مالتي. زين تختار يا هو تريدين يا هو شو اسمه تصفح بهم، وأنا خادم إلكم شباب، مع السلامة.